بسم الله الرحمن الرحيم. يحضر معنا الأخ محمد صالحي من أبناء هذه المدينة. سيدي الكريم، طلبة ثانوية الشهيد مصطفى بن بوعيد، والراجلين الذين يأتون من حي القدس إلى مسعد على أقدامهم كانوا يعانون من ضيق، أولا جسر مسعد المعروف، والضيق وعدم وجود أماكن للراجلين بالجسر. الآن أنت تبشرنا بشرى سارة بأن قضية الممر الراجلين قد منحته الدولة الجزائرية لبلدية مسعد. كيفاش كانت الفكرة، وكيفاش سعيتوا فيها حتى تحقق هذا المشروع؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. فيما يخص ممر الراجلين، هي قبل رمضان مدة تاع شهرين عدة مرات كنت نروح للعاصمة، عندي علاقات في وزارة الأشغال العمومية، وقبل رمضان تلاقيت برئيس البلدية العياشي وهضرنا، ناقشنا فيما يخص طريق هذا الممر تاع الراجلين، وفي طريق اللي يربط ما بين الجسر تاع شعبة والجسر تاع طريق سلمانة الجاهة، كما يسموه الكورنيش. اي ما لا تمينا نهضروا، بعد قلت له يا رئيس انا راه نقدر نعاونك في هذا ممر الراجلين والكورنيش هذا اللي يربط ما بين الجسر تاع الشعبه والجسر تاع سعيفي. درنا دراسه فيما يخص ممر الراجلين تقريبا 3 ملاير، ودرنا ليتي دراسه اخرى ثانيه على طريق الكورنيش هذه، فيها مسافه حوالي تقريبا 2.5 كيلومتر. كان ثاني الغلاف المالي تاعها 1.6 ملاير تقريبا و700، وبعد قبل رمضان مدة أسبوعين أنا ورئيس البلدية الشيخ العياشي رحنا للعاصمة لوزارة الأشغال العمومية، وسجلنا لدينا ليتيد الدراسة تاع ممر الراجلين والدراسة تاع الكورنيش. واليوم بشرى اليوم المدير تاع الأشغال العمومية تاع جلفة وعيطوا لجماعة متزاد بلي العملية راه مسجلو ودراهم راهي جات، ومنا على مدة باه يخدموا لي كاي تشارج إن شاء الله ويلونسوا. بالنسبة للمعاناة تاع الطلبة وتاع سكان مدينة مسعد وسكان حي القدس، على مدة احتمال على 3 أشهر أو 4 أشهر إن شاء الله يكون هذا الجسر إن شاء الله، ممر الراجلين هذا يكون إن شاء الله في طور الإنجاز إن شاء الله. هذا المبلغ الإجمالي تاع العمليتين قداه؟ المبلغ الإجمالي تقريبا 10 ملاير. هنا بالنسبه للعمليه الان نعتبروها المبلغ نتاعها راه وصل نعم، وبقى دروك قضيه مناقصه، اجراء مناقصه اجراءات دفتر الشروط، ومن بعد يلونسوها وتشارك فيها المقاولين وتدخل ان شاء الله. هذه فيما يخص الكورنيش، هذه هاو يفك عزله على بلديه سلمانه وعلى القاهره وعلى المواطنين تاعو مثلا. درك اي مواطن جاي من سلمانه ولا من القاهره ما عندوش باه يفوت على سعيفي، يروح جاي لوسط المدينه من الجسر تاع سعيفي يدور يمين للجسر تاع نواره، يقرا المسافه تاع 2.5 كيلومتر. هذه خلاص العمليه تاع جات في هذا اليومين،